مساكم الله بالخير متابعيني. هذا الفندق جديد فتح توه فاتح في مدينة لوسيل خلف جامعة لوسيل. راح أحط لكم التفاصيل بعد ما تتفرجون على الفيديوهات الجميلة. هذه عبارة عن غرفة نوم، وفي الخلف صالة معها دورة المياه ومكتب. كنت في الدور الأول، الحين في الدور الثالث. كل دور تقريبا الغرف فيه تختلف. هذا الفيو العام حق الفندق. هذه أوسع شوي، تقدرون تشبكون غرفتين مع بعض. يعني هذه السنجل روم، والباب اللي هناك يفتحون لكم على الكينج بيد. الفيو طبعا هنا على الوسيل. والله ما يبين الحين، في النهار يبين. هذه الغرفة الدبل اللي تفتح على السنجل اللي كنا فيها قبل شوي، معها الصالة وهاي الباب. يعني شي يكون عندكم صالتين باربع تلفزيونات، بالله يكرمكم، حمامين، سرير دبل كينج، وسريرين سنجل. مساحات حلوة كبيرة. في الدور الثالث المساحات أكبر من الدور الثاني اللي كنا فيه. الدور الأول فندق جديد توه فرش، ما حد سكن. الإنارة حلوة، اللي يحبون الإنارات اللي تكون قوية شوي، فالإنارة حلوة متعددة أصلاً. تلفزيون، خدمات موجودة. هذه 310، أكبر مساحة عندهم تقريباً. شوفها مع بعض. المدخل الله يكرمكم، حمام الضيوف أو الصالة، وبعدين عندكم مطبخ تحضيري، فيه الثلاجة وفيه الفرن وفيه الميكروويف، طاولة الطعام تشبكونها مع غرفة إذا حبيتوا، مكتب نشوفه هنا عقب، نشوف الصالة. هذه الصالة، هذه الصالة، ونشوف غرفة النوم. الألوان حلوة، حبيت الألوان، ألوان الأطوار. هذه غرفة النوم، هذه غرفة النوم. مساحات كبيرة هنا، ولا ايش رايك يا أبو علي؟ دائما الفنادق الجديدة تشي ريحة، ريحة خاصة، ريحة حلوة تبي الفرش، الصبغ، النظافة. هاي الغرفة معاها حمامها الخاص الله يكرمكم، غير الحمام اللي شفناه في الصالة اللي هو حمام الضيوف. هذا المسبح، هني المغاسل، حجم عود، هني الشاور حلو، زايد حق الثياب. إذا هذه الجناح عندكم غرفة بحمامين بصالة بغرفة طعام بمكتب، تشبكون معها غرفة سنجل. الألوان حلوة. الألوان حلوة، منوعين يعني، كنب سادة، جلد، كنب قماش. هذه الصالة،
نشوف مع بعض. كيف غرفة أو طاولة الطعام؟ مثل ما قلنا لكم المطبخ التحضيري. فندق سيلو هوتيل في الوسيل خلف جامعة الوسيل. فندق جاهز ويستقبلكم. طبعا في مرافق ثانية مثل المسبح، مثل النادي الصحي، مثل المطاعم. في أشياء لحين ما جزت مش مفتوحة، وفي أشياء مغلقة لظروف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مثل المسبح والجيم والمساج. هذه لحين ما فتحوها أساس موضوع كورونا وكذي. أوكي، بخصوص الأسعار نبتدي معكم. السويت آخر حاجة شفناها اللي رقم السويت 310، اللي فيها غرفة طعام وفيها صالة والقعدة الحلوة هذه، 800 ريال في الليلة. ننزل شوي تحت، الغرف اللي شفناها قبل السويت على 450، والغرفة الأصغر اللي شفناها في الطابق الأول أول فيديو صورته على 350. إذا 350 بعدين 450 بعدين السويت اللي هو 800 ريال قطري لليلة الواحدة. الفندق فئة 4 نجوم، حبيت بس أقول لكم عن فئة الفندق 4 نجوم. راح أحط لكم الأرقام طريقة التواصل. موقع الفندق، هاي جامعة لوسيل، هذه جامعة لوسيل، هذا الفندق. هو فرع من بي اي بي هوتيل، فرع من المنصور سويت، فرع من واتر فرونت اللي في لوسيل، كلهم فروع لبعض.